محكمه مسافره تديرها العائله محكمه مسافره احكامكم يا قضاة تزيد فينا الثبات تزيد فينا الثبات تزيد فينا الثبات احكامكم يا قضاة تزيد فينا الثبات احكامكم يا قضاة تزيد فينا الثبات نقولها للمبات تزيد فينا الثبات احكامكم يا قضاة تزيد فينا الثبات نركع الا لله لن نركع إلا لله قالت زينب لابن زياد لن نركع إلا لله سجدتم وسجنتم وما كسرتم عزيمة المرابطين الأحرار قبضاتهم تتحداكم من خلف القضبان وقيدهم عز وشرف يا أيها المعتقل تحية يا بطل يا أيها المعتقل